الله على الروايه. لو انت ما اتفرجتش على مسلسل العتاوله، تعال اتفرج على سندوتش العتاوله. سندوتش العتاوله ده كده ميكس جامد قوي، جمبري على فليه على سوبيه، حاجه كده واخده تتبيله جامده كده من الاخر. الله عليك يا ابو حميد، الله عليك. طبعا احنا خلينا متفقين ان احنا لو ما دعمناش بعضينا وما دعمناش الشباب، يعني ربنا يعوض علينا. ده جريل صغير كده جميل محندق في منطقة الوراق في شارع تلات السواحل قدام سنترال الوراق، جنبينا على طول مخبوزات ابو هيبة، بيعمل سندوتش حكاية، سندوتش اسمه العتاولة. حبه جمبري فقط شغال، حبه سبيت شغال، حبه فليه شغال، بياخد ميكس خضروات. الله، فلفل الالوان مع البصل مع التتبيله بقى الجامده. لا ده احنا عاوزينك ايه تبدع بقى. اللي بقى نفسه مسدوده يجمع معانا راهنك، لو ما نفسكش اتفتحت ونزلت جري سحبت رغيفين من على الطاوله عند ولد ابو هيبه ودخلت على الجريل كده على طول تغمس على طول. روحي معاهم بتاع العربيه في الباب ورا في الكرسي، هاتي ميه الكرسي من ورا. اللهم صل على النبي. اللي بيتعمل ده بقى عباره عن كده ايه، مكن وتروس كده بكل جهه كده شغاله عشان في الاخر تطلع لك انتاج كده سندوتش كده اسمه العتاوله، تدوق طعمه بقى كده يختفر. مايك مايك في الكرسي اللي وراني، مايك انا لازم تمام الكشك. لا مايك، بقول له هات مايك، جاب لي ميه. شايفين الكلام؟ لا لسه شباب. ينفع تعمله في اي بلد ولا لازم تكون؟ لا لا لازم انتوا معايا، اصل كله عاوزين ندعمه. ماشي هاتيه، عاوزك بقى تاخد مايك عشان نسمع ايه الفكره الجميله دي جت ازاي؟ هات المايك. خد يا نعم. احطه فين يا استاذ محمد؟ لا اربطه له، اربط له المايك. حطه هنا كده. اكسلانس حبيب قلبي، حبيب قلبي يا صبري، خد يا ابني حبيب قلبي. اللهم صل على النبي. بقول لكم ايه، طب انتوا بتقولوا جوعتنا يا استاذ محمد، الراجل ده عديت من جنبه من يومين كده
وشميت الريحه وانا واقف بجيب عيش من عند مخبوزات ابو هيبه. فاهم؟ بقول له وانت بتعمل سندوتشات يعني كبده وسجق والحاجات دي؟ قال لي لا يا استاذ محمد انا مش شغال بس غير في ثلاث حاجات: جمبري وسوسيس فليه صبيت وجمبري وفليه ثلاث حاجات بس، هما دول الثلاثه. شغل السيفود من الاخر، وكله مشوي على الجريل صحي نيف نيف مع الخضروات كده. حبيبي ما نقدرش على زعله، ده الغالي ما كانش موجود النهارده في اللايف، كنا عاوزينه. طبعا الفليه ما بياخدش وقت في السوى، يا دوبك على الجريل كده بيشم ريحه النار. ليه سويت ده لوحده وراكن الجمبري على الخضروات دي؟ ما عشان الجمبري ما بياخدش سوى خالص، هو يا دوبك بيشرب من النار. ما بياخدش سوى؟ لا لا لا، هو الجمبري يا دوبك على طول، وبعد كده لما بسويه بقى مع الخضار والحاجه فبياخد السوى بتاعه الطبيعي بقى. بيسالوا العنوان فين؟ عند سنترال وراق جنب فرن ابو هبه على طول، اول ترقه السواح جنب مخبوزات ابو هبه عند سنترال الوراق. السندوتش بيبدا من 30 وانت وراحتك بقى. السندوتش هنا بيبدا من 30 جنيه. ابتدى سايبها مفاجاه في الاخر، يعني كل اللي هيشوف السيفود والشغل الجميل ده والمنظر اللي يفتح النفس ده هيعتقد ان ايه الحاجه بمبلغ. لا، هو السندوتش بيبدا من 30. السندوتش بيبدا من 30 جنيه. السندوتش بيبدا من 30 جنيه، انت ب 30 جنيه ممكن تروح هات الزبده تاكل فول وطعميه ويتعب لك القولون. اللهم صل على النبي. حبيبي يا امه، حبيبي يا ايمن وحشني. واحد جمبري ابو عرف عننا الاثنين. دي السمنه دي بقى زبده بتعملها بالزبده؟ اه، يعني بعد ما سويت؟ لسه ما سويتش ولسه ما خلصتش، كل ده كان نص سوا في بعض. كل ده كان نص سوا، يا دوبك كده بتتشمع زي ما بيقولوا، وبعد كده بتحط الزبده وتقلب وتسوي. اللي بيحصل ده جريمه اكل، دي جريمة أكل كده، مش جريمة قد، دي جريمة أكل. أنت كده هتخليهم يدعوا عليا. يا ليلة بيضة. دي التوابل بقى. أه، دي البهارات. دي البهارات. سامعين الطشة؟ طب شامين الطشة؟ سامعينها ولا شامينها؟ هما لو موجودين هيشموها يا استاذ محمد. موجودين ايه؟ ده اللايف اتملى. موجودين ايه؟ ده انا نفس اللايف قدامك جعت. امال هما اللي قاعدين بيتفرجوا؟ والمشكله ان احنا ما حطيناش ارقام تليفونات للتواصل. هو انت عندك دليفري؟ عندي دليفري. ايه ده؟ ده عنده دليفري كمان يا جماعه. طب والله كويس. ايه ده بتحط ده ليه؟ ده حطيته في الاخر ليه؟ عشان الطعم. يعني ده بقدونس صح؟ اكتر. لا، كرفس. ده كرفس. اه، الله 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 الله. تورتاية سيفود. ايه ده؟ والطماطم في الاخر؟ احنا كده بنتعلم الطريقه كده. ايوه، الله، ده تورتاية. بقول لك ايه رايك بقى؟ هات ما نعملش سندوتشات؟ في وجبات. نجيب عيش من ابو 5 جنيه وتقعد وتغمس على الجريل على طول. ده ايه ده بقى؟ ايه الصوص ده؟ لا، ده شغل انا بقى، في حاجة تانية. انت كده بتهزر، الناس قاعد. جريلة بيضة. فين الموضوع ده؟ انا لسه داخلة وانا قاعد من بدري وجعت، انت لسه داخلة، انا اعمل ايه؟ انا قاعد من بدري. انا معاه من اول ما بدأ يرمي الحاجة على الجريل. يا ابن الله 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 الله. كده بقى ميكس الجمبري مع السبيت مع السوسات مع الخضروات بقى الفريش. بدأت يا ليلة بيضة، اللايف ولع، اللايف ولع على فكرة، اللايف ولع بجد. احنا في طلعة السواحل
بجوار مخبوزات ابو هيبه عند سنترال الوراق. قدامك الناحيه الثانيه لوفيرا اهو وكشري المجنون، والريحه بدات تخش في نغشيشي. وفي وجبات برضك يا استاذ محمد نفس الموضوع، طبق لو لهم رقم التليفون 011 ايوه 53 ايوه 48 ايوه 8 25. احنا جايين انا وعم محمد دلوقتي. يلا يا اكسلانس يا ابو شويخ تعالى يلا، الناس جايين لك على اللايف. ييبا يا باشا نور الدنيا. لك على اللايف، انت عامل حسابك في اكل زياده؟ موجود كل حاجه ان شاء موجود الله. موجود يعني؟ كل حاجه موجود. اللهم صل على النبي. تعالى يا باشا بقى، تعالى يا اكسلانس حاج محمد، تعالوا جربوا قولوا لي رايكم. الكلام ده بقى يتحط في الرغيف. عموش سيبنا اللحمه يا معلم اهو، جبنا لك ايه؟ سي فود جمبري وبقى والسبيت والشغل العالي. خلي عمرو يدوق. عمرو انا عمرو حبيبي يا عمور. زهرة بتقول لك جمبرية هنا استاذ محمد، عينينا الاثنين كده خلاص استوى صح؟ هديله بس تسوية صغيرة قوي قوي. يا عمور الله العيش من عندنا. العيش منين؟ العيش من ابو هبه. انا عاوز بقى ايه الاوردر ده بتاعي بس مش كله يعني. خلاص انا طالب اربع ترغيفه. والله طالب والله طالب اوردر يا جماعه بجد، طالب اوردر بفلوس. العيش علينا. بس انا الحاجه منظرها عجبني والمنظر شدني، فانا اللي طلبت اصور بصراحه. وانا اللي بطلب منكم ندعمه. لان الحاجه الحلوه اللي ما عليهاش قلق يا ريت كلنا يعني ندعمها بجد والله. والله العظيم انا جاي اطلب اوردر عادي. والله والله انا بطلب اوردر عادي. عن تجربه بجد، بلد في بلد ما فيش حاجه مصدومه. ما هو لا لا المنظر بسم الله ما شاء الله يفرح. والرغيف الرغيف ب 30 جنيه مش حاجه، ما هو اساسا اسماك ما انا عارف. بقول لك انا عاوز عيش محمل يا اسطى. الاربع ترغيفه بتوعي عيش محمل، مش عاوز العيش الرقيق. ايوه ده هيكلفك كتير. لا ولا يهمك يا باشا عادي. بصوا السندوتشات بتبدا من 30 جنيه. هو عامة لو رحت أي مكان والله العظيم مش كلام، أيوه هتاخد السندوتش ده ب 70 جنيه. السندوتش اللي هو ب 30 أبو 30 بس احنا يعني أنا عامله إن أنا لا ده كبير قوي ده كده، ده كله هياخد. بص ده هياخد رغيفين. مش هيكفل الأربعة. لا هات مقاس أصغر، مقاس أصغر، مقاس أصغر. 2 جنيه والله. ب 2 جنيه ده بص بيعمل دعايه لنفسه. ب 2 جنيه 120. 2 جنيه ده يعني 120 جرام. طب والله زي الفل، 120 جرام ب 2 جنيه. ولسه بنوثق على مفاجاه يوم الجمعه. احنا عاوزين ايوه عاوزين يا جماعه انتظروا يوم الجمعه الرغيف بنص جنيه في مخبوزات ابو هيبه. الرغيف بنص جنيه في مخبوزات ابو هيبه حصري بعدسه مباشر مدينه الوراق وامبابه. بكام بكام؟ بنص جنيه. ماشي ايوه من اول يوم الجمعه. 25 جرام. انت بتدونها بجنيه. 5 جرام. هات له بقى كده، هات له اربع ترغيفه كده وصايه بس مش كبار. بقول لك ايه؟ قول له هات قول له هجيب لك من عند امي. ماشي فتح فتح عادي. ايوه لمه لجوه يعني دخله لجوه قوي. ما هو كده القصه هو رزق يعني يابا. هو رزقك بس الزبون لو شاف كده لا 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 الزبون يا جدعان ده جاي ده جاي عشان العيش الصغير لسه ما طلعش. لا يبقى يبص اللي هيتحط في السندوتش ابو 30 عشان يبقى عارف. لا لا ابو 30 على قد السندوتش الصغير. بص يا استاذ محمد ابو 30 ادي اربع جمبريات. ابو 30 اربع جمبريات ادي اثنين قطعتين فيليه. لا لسه لسه ثلاثه فيليه. أربعة فليه. أربعة فليهم. ماشي. صبيت بقى. صبيت. قطعة. أدي واحد. بصوا معايا كده الحاجة عشان تبقوا عارفينها. اتنين صبيت. تلاتة. تلاتة صبيت. وشوية الخضار بتوعنا. يعني كده
اربع قطع سبيت، ثلاثة سبيت، ثلاثة سبيت واربعة فليه، ده كده سندوتش، واربع ده كده سندوتش، دول يتحطوا في سندوتش ابو 30 جنيه. منورين الدنيا والله العظيم، منورين الدنيا، الله يخليكي. ده بدعواتها على دي والدتي بقى، وهي بتساعدني في كل حاجه والله العظيم، بدعواتها كل حاجه. انا عاوز اقول لك اللايف بتاعه كل حاجه يعني عليه عدد بسم الله ما شاء الله يعني، فده اكيد بسبب دعواتك ليه. والله الحمد لله، هو غلبان وطايق ابن حلال. دعوه مني كده لينا وليه بقى. ربنا يا ابني يخليك ويديك الصحه ويبعد عنكم الحاجه الوحشه، ويخليك يا ابني ولا يحرق قلبي عليك ابدا، ويسترها معاك ويسهل لك ويرزقك برزق عيالك. معاه ثلاث عيال زي الفل، ربنا يا ابني يحميك انت كمان يا رب يا رب يا ابني. وانا معيش غيره، معيش الا هو واختي واحده. بص احنا كلنا يا جماعه هندعمه، لان مش عشان حاجه، عشان هو الله يخليك. وده السندوتش بعد ما تقفل، السندوتش بس بنجيب هنا كبير عشان خاطر العيش الصغير لسه ما بناش. لا عشان خاطر عيونك انت، والله انت حبيبنا يا ابني. ومعايا مع هو معاه اخت وابوه ميت وهو صغير، ربنا يخليهم لي يا رب. ماليش غير هو اللي بيصرف عليا، ولا هو اللي يخلي، ربنا يخليه لي يا رب، ماليش غيره عشان امك ضريره على قدها. حاضر يا عم وحيد، اللي انت عايزه يا عم وحيد ان شاء الله تفرحي بيه وباولاده كمان. الله يخليك يا امي، عينينا. ده هي البركه دي. اه طبعا هي البركه دي والله. ده ممكن ربنا يسهل لك ومن الجريل الصغير لاكبر محل بسببها هي، بسبب دعواتها. انتوا بقى ايه شعوركم دلوقتي اللي معانا حبايبنا واخواتنا؟ ايه شعوركم انتوا دلوقتي؟ ندعمه قسما بالله من غير اي حاجه. خلاص يا امي انا وقفت اصوره. سيبها براحتها. سيبها براحتها. هي براحتها. انا من روايح الحاجه وانا واقف عند مخبوزات ابو هبه امبارح واول امبارح طلبت منه اوردر، كان خلاص لاست اوردر خلص، فقلت لازم اجي اطلب اوردر واصور الشغل الجميل ده. العنوان شارع تلعة السواحل الرغيف الرابع امام سنترال الوراق وبجوار مخبوزات ابو هبه. والرغيف ايه يوم الجمعه بايه؟ بنص جنيه. ان شاء الله بامر الله. دعواتكم يا جماعه اقسم بالله لا في كل حته هجيب لكم عروض وخصومات، ونرجع اسعار زمان لمنتجات دلوقتي. كل اللي معانا على اللايف جاع يا محمد، كلهم جاع والله. اللي هيجرب ممكن ياكل الخضار ويسيب السمك كمان. الله يبارك لك، الله ينور عليك. يا لهوي اللي بيحصل ده جريمه اكل. فين؟ على ارض الوراق. التليفون تاني الناس بتطلب كلهم التليفون 011، وبالاخص اكسلانس حبيب قلبي 011 53 4 8 4 8 1 8 2 5 2 5. قولوا تاني معلش 011 5 3 5 3 4 8 4 8 1 8 2 5 2 5. بيقول لك اخرك الساعه كام؟ عادي شغال لغايه الساعه 3 4 النهارده. هتطول شويه. موجود النهارده هتطول شويه، لان في كتير من حبايبنا اللي جايين من شغلهم، اللي جايين من مشاوير بعيده، كلهم هيجوا على عندك كلهم. هيتعشوا عندك تحت امرهم كلهم ان شاء الله. احنا مستنيينكم. جريل ايه؟ سندوتش الايه؟ العتاوله. سندوتش العتاوله. العتاوله بجوار مخبوزات ابو هبه على ارض الوراق شارع تلعة السواحل. اوعى ظهرك. تليفون رن. اول اوردر على الهواء. حط المايك وافتح السبيكر. الو السلام عليكم. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا نفسي يجي ياكلوا هنا. والله نفسي يجي ياكلوا هنا كده جنب الجريل كده، الاكل يطلع سخن واضرب يا معلم. انسى معايا على التليفون. يا صبري. اول تليفون على الهواء مباشره من الاكسلانس. والله انا مش متابع تعليقاتكم يا جماعه. تحت امر حضرتك يا فندم مؤمر. من جمال وروائح الحاجه، ومش كده وبس، ده عشان الاربع سندوتشات هيبردوا وانتوا هتشيلوا ذنبي. ما ينفعش يبرد. فانا اقول لكم ايه بقى؟ بصوا عشان الاوردر ست رغيفه تمام. انا امبارح مظبط نفسي. اوعى ظهرك. اوعى ظهرك. مظبط نفسي 6 على 30 تمام.
استنى يا اكسلانس عشان اقفل اللايف وانت معايا. احنا مستنيينكم سندوتش العتاوله على ارض الوراق. سندوتش محترم جدا والله. وبيبدا من 30 جنيه بجوار ايه؟ مخبوزات ابو هيبه. تمام انا محاضرتك. شارع تلع السواحل. كل يوم جديد. والحاجه الكويسه بالله عليكم لا تدعموها. بالله عليكم تدعموا الشباب اللي بتحاول تجتهد. معاك انا يا استاذ اكسلانس. ست رغيفة بيصرف من على 30 والده ووالدته. تمام. بيتعب شقيان. تحت امرك تحت امرك. شقيان وتعبان هو لا تحت امر حضرتك من عينيا. محمد عرفه بلوجر القناه.